متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا بكم. ما زلنا في حملات تطعيم المواطنين، مواصلين مع وزارة الصحة والمجتمع المدني وكل القائمين على هذا الأمر. في الحقيقة هذه الحملة تتبناها أو ترعاها مديرية الشباب أو إدارة الشباب والرياضة بكفر صقر. هنتكلم مع المدير، عرفينا بنفسك. رحاب علي حسن، مديرة إدارة شباب كفر صقر. اهلا بيكي. انتوا ايه الحمله هنا؟ يعني معالي مدير الاداره الصحيه بكفر صقر قال ان في حمله خارج في الشارع وفي حمله داخل مركز الشباب عندكم هنا، كلمينا الدنيا ماشيه ازاي؟ احنا تنفيذا لتعليمات مبادره السيد رئيس الجمهوريه والتعليمات السيد وكيل الوزاره والسيد محافظ الشرقيه، عملنا اجتماعات من فتره مع السيد رئيس مجلس مدينه كفر صقر، ونظمنا ونسقنا مع الدكتور مدير الاداره الصحيه بكفر صقر، وبدأنا فعلا نشتغل وحددنا نقاط الشغل بتاعتنا. 10 مراكز شباب تابعين لإدارة كفر صقر شغالين في الكرة، بيجمعوا الناس وبيسجلوا لهم، بوفروا الإمكانيات، بوفروا كمبيوتر، ووفروا شخص بيسجل عليه للناس تسجيل العشرين رقم علشان نسهل على المواطن. وفرنا الأماكن ديت وفعلا بدأ المراكز الشباب شغالة معانا، والنهاردة اليوم الأساسي للمبادرة بمركز مدينة كفر صقر. يعني مراكز الشباب داخل القرى عندهم فكرة عن هذا وبيبعتوا الناس على الفرع المركز الرئيسي هنا بالفعل في الساحة الشعبية بمدينة كفر صقر. لا، مراكز الشباب القرى شغالين مع الوحدات الصحية بالقرى. يعني المراكز في القرى كل وحدة صحية فيها حملة، حملة متنقلة بتنزل مركز الشباب، لكن انتوا بتستقبلوا اهل المدينة هنا، واذا حد جه من خارج المدينة عادي. اهل المدينة بيجوا لمركز شباب المدينة. طيب قولي لي الوقت بقى من الساعة كام لكام والمكان بالظبط عشان اللي سامعيننا يشوفوا. احنا النهاردة شغالين من الساعة 9 وان شاء الله معانا طول اليوم لغايه 9 مساء، لغايه ما اخر مواطن يكون موجود معانا. جميل قوي، بالتوفيق ان شاء الله. ويعني دايما كده ان شاء الله، يعني الوقوف تجاه المواطن او مع المواطن والحفاظ على صحته. عرفينا بنفسك. دكتورة هدى منصور، رئيس قسم الثقافة الصحية بإدارة كفر صقر الصحية. أهلا بيك. قولي لي بقى الثقافة الصحية دورها إيه وبتعملوا إيه والدنيا ماشية إزاي؟ طبعا التوعية والإرشاد الطبي والثقافة الصحية بالنسبة للمواطن المصري مهمة جدا، والفترة اللي مرينا بها خلال انتشار فيروس كورونا كان أساسي عندنا الوعي الصحي بالنسبة للمواطنين، يعني ازاي يعرفوا يعني ايه فيروس، يعني ايه طبيعة الفيروس، يعني ازاي الجسم بيتعامل معاه. طبعا احنا كستاف طبي اولى الناس اللي طعمت، فهو لو في حاجة احنا عندنا بالنسبة للمصل، فاحنا كان في الاولى ان احنا كفريق طبي ان احنا ما ناخدوش. فاحنا بالاول انا عن نفسي اول سؤال بتسأله، طعمت يا دكتورة؟ فاهمني؟ فطبعا لازم اكون انا اخدت التطعيم علشان اقدر ان انا اقنع الشخص اللي قدامي. طيب هو عنده تساؤلات بيسالني، طيب انا ممكن انا اخر مثلا لو انا اخدت التطعيم ممكن ان انا اتعرض لايه؟ ده واجبي ان انا بلفت نظره ان هو ممكن الاعراض الطفيفه اللي ممكن ان هو يتعرض لها من حيث ارتفاع درجه الحراره، الام في جسمه بسيطة زي أعراض دور البرد الخفيفة جدا، وطبعا كل جسم بيختلف على حسب الجهاز المناعي اللي خاص بيه. طيب سؤال مهم برضو بالنسبة لهم اللي عندهم أمراض مزمنة، ياخدوا المصل أو ما ياخدوهوش؟ طبعا احنا كان أولى في أول الأولويات بالنسبة للناس اللي هي تطعم وتاخد المصل في المرحلة الأولى من التطعيمات كان الأمراض المزمنة، ذوي الامراض المزمنه دول كان اولى الناس ان هم ياخدوا المصل. فمعنى كده ان المصل ملوش اي اعراض جانبيه نهائي، بالعكس هم الجهاز المناعي بتاع جسمهم اولى ان هم ياخدوا المصل. طيب برضو في احنا عندنا بالنسبه للناس اللي عندها كانسر والعياذ بالله، لا طب احنا الحاله دي ما بتاخدش المصل، اي حاجه خاصه بالجهاز المناعي ما بياخدش المصل. الرضع بالنسبة للأم المرضع لغاية 6 شهور، بالنسبة للست الحامل ما بتشيل المصل، بالنسبة للي بتخطط لحمل خلال سنة برضو ما بتاخدش المصل. غير كده بقى احنا عندنا الفئة العمرية من 18 سنة إلى
ما شاء الله ما فيش مانع ان هو يقطع المصل، ما فيش اي موانع طالما الوضع الصحي بيسمح بذلك. طيب في حالة مثلا ان في حد بيتعاطى مثلا ادوية خاصة بالمناعة، عنده مشكلة في الجهاز الدوري، فده بيحتاج ان هو بيجيب تقرير طبي من الطبيب المعالج من موقفه من التطعيم اذا كان وضعه الصحي يسمح او لا يسمح. فاحنا متواجدين النهارده طبعا مع الحمله بكل القوه اللي تابعه للثقافه الصحيه، لان المواطن من حقه ان هو ياخد المعلومه بطريقه بسيطه ويقدر ان هو يطمئن قبل ما ياخد المصل. طبعا هو علشان يسجل، طبعا حضرتك عارف الخطوات اللي بتمر هنا في خطوات التسجيل، احنا كله شرحناها للمواطنين. شرحناها معالي دكتور مدير اداره كفر صقر الصحيه دكتور محمد، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. قول لي يعني الحملات بدات او انطلقت الى مدى او الى اي مدى تستمر يعني؟ والله يا فندم احنا طبعا في جائحه، وبناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه وتعليمات رئيس الوزراء والسيده الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه والسيد المحافظ والسيد الدكتور هشام شوقي مسعود، بصراحه احنا بنشكر الدكتور هشام بصراحه العمل معاه في الوقت اللي احنا فيه ده يشرف، لان احنا كل واحد بياخد على عاتقه المواطن ومصلحه المواطن. فمن ضمن الحاجات اللي عندنا مشاكل فيها دلوقتي او عندنا الدوله كلها، في مش في الدوله بس، في العالم كله جائحه كورونا. فاحنا سياده الرئيس خد على عاتقه ان 40% من الشعب المصري لازم يطعم خلال الفتره اللي جايه ديت علشان يتحسن من مستوى الفرق منتشره بربوع ال فندم. بص حضرتك احنا دلوقتي جميع الوحدات الصحيه عندهم رايدات ريفيه، عندهم مثقفين صحيين، عندهم كل حاجه، عندهم جميع، عندهم تعليمات مني انا شخصيا والامصال موجوده، تعليمات الدكتور هشام ان الناس المواطن يروح الوحده الصحيه سواء بواسطه الرايده الريفيه، تاخد صوره البطاقه بتسجل له على النت، بتعمل له موافقه مستنيره، بتحطه على شيت اكسل عشان يتسمح ويتاكد، لان الطعوم ماشيه طبعا في سيستم علشان محافظه على الطعوم وعدم اهدار الطعوم. فاول ما الوحده الصحيه ايا كان الوحده مين ما جابت شيت اكسل اللي فيه عدد معين من الناس، بنديها الطعوم بتاعتها بعد ما بناكده وبنسمحه علشان يتاكد ان الطعم وصل للمواطن. تمام، يعني دلوقتي المواطن على الاقل، انا عندي حوالي 28 وحده على الاقل، كل يوم في 10 15 وحده شغالين طعوم، وبالاضافه للفرق المتنقله سواء كانت في العياده المتنقله او في المركز الطبي، في عندي مركز معتمد للمواطنين، وعندي مركزين للمسافرين، مركز في المركز الطبي هنا ومركز في المونسه. وان شاء الله باذن الله بناء على تعليمات الدكتور هشام تم اختيار مكانين من قبل مدير الاداره الصحيه، وتم ابلاغ المديريه بالمركزين اللي هنفتح فيهم. هنفتح ان شاء الله في الوحده الصحيه بحانوت عشان تيسيرا على الخط ده، وهنفتح في الوحده الصحيه بالهجرسه ان شاء الله مركزين معتمدين للمواطنين، بحيث ان المواطن هيجي هيخش ياخد الطعم يسجل ويسمح في نفس الوقت، علشان عمليه التسجيل والتسميح هي كانت العائق لينا، فاحنا بدانا نحلها بتزويد المراكز